الحمد لله النهارده يمكن الاداء احسن من الفترات اللي فاتت، لان انا برضو كنت بتابع المباراه كلها، ولكن اداء النهارده في اداء كويس فني، اداء روح قتاليه عاليه جدا. بعض العناصر اللي دخلت النهارده زي احمد سيد عبد النبي، زي محمود صابر، زي احمد سيد غريب، عناصر النهارده كويسه واثبتت الحمد لله ان هي تنضم بعمليه التصعيد. احنا ماشيين مبدا للفرق كلها، وزي ما اتفقنا ان احنا لما بنجيب جول لازم نستثمر الفرقه اللي قصادنا ونسجل هدف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه زي النهارده، ودي انا بشايف الفرقه بتعود تاني لمنصه التتويج، وايضا منصه ان هو يبقى دائما على قمه المجموعه. واتمنى ان شاء الله فرقه 2001 تتمنى من كل قلب ان هي توصل للمستوى اللي دائما كل الناس بتحب فرقه 2001 توصل ليه. يعني الحمد لله محمد عنا الفرقه دي السنه اللي فاتت ياسر وسجل هدف كويس، حسام ياسين وحسام ياسين برضو لعب النهارده كويس، فالامور كلها واحمد الشامي كل الامور دي كويسه، واحنا بنحتاج دايما بنلاقي عنصر كويس بيفيد اي فرقه الحمد لله بنحاول نجيبه النادي الاهلي، لان دائما اللعيبه هي حتى اللعيبه بقى عندها اراده ان هي بتحب تلعب في النادي الاهلي وتحب تظهر في النادي الاهلي وتحب قناه الاهلي دايما بتذيع ماتشات، واللعيب بيستثمر الفرصه دي وبيتعرف من خلال قناه الاهلي الحمد لله. وفي الاول طبعا انا شفتها وبلغت الاداري، وفي الاخر انا جيت له بنفسي بقى، جيت لمحمود صابر بنفسي ويمكن قلت له لبس الشنكار، ولكن برضو انا من ناحيتي خصمت منه عشان دي حاجات المفروض لوائح ولوائح الاتحاد الدولي ولوائح ايضا ان اللعيب يبقى لازم ينزل الشنكار اللي هو الواقي للرجل عشان ما يبقاش فيه اي اصابه. وانا قلت للمنظمه اي لعيب حتى مش عندي بس اي لعيب ان انت تشوفه لازم ياخد انذار يعني.